العظمة تبع توم وجيري. المفروض انه هاي العظمة كانت شقفة واحدة، بس كتير كنت حابب شوف يا ترى شو بيكون فيه بقلب العظمة. فقلت للحامي قصة نصين وهي هي النتيجة. ترى ليكو شلون بيكون شكله من جوا. طريقة التحضير جدا سهلة وسريعة. يلزمنا قصدير وورق زبدة، ومن ثم بنحط العظمة فوق، رح نلفها وبتصير عنا جاهزة للطبخ. احطها بالفرن لمدة ساعة كاملة ورح ارجع ورجيكم النتيجة. يلا. واخيرا طلعتها من الفرن. اسمعوا صوتها لهلا بعد عم تغلي. يلا نفتحها اعزائي. واو ما توقعت هي النتيجة. كتير سخنة. نحط عليها الصوص تبعها. ترى احرش عليها ليمون، ملح، فلفل اسود. بسم الله. طيبة. طعمتها مثل طعمة اللية. 9/10 اكيد.